انا محمد خالد، باحث امني متخصص في حمايه تطبيقات الويب. احنا بنعلم الناس النهارده ازاي تحمي نفسها من الاختراق، وبنعلمهم ازاي يبتدوا كباحثين امنيين، لان الموضوع بيجيب ربح مالي كويس، والناس عايزين نحاول نصلح فكره الناس عن ان المخترقين كلهم مش كلهم بيبتدوا يؤذوا الناس، لا، في ناس بتساعد وفي ناس بتقدم خدمه، وفي ناس الموضوع ده بالنسبه لها ربح، والموضوع مش يعني الموضوع مش تافه قوي ان حد بيخش يخترق الموقع عشان للشهره مش اكتر، لا، الموضوع في ربح مالي، وفي ربح، في ممكن يجيب لك وظيفه مستقبليه، ممكن يعمل كذا حاجه. تمام. احنا عايزين نوصل من ورا الندوه ان النهارده احنا عندنا مشاكل في المجتمع المصري بالنسبه للباحثين الامنيين، ان احنا الناس فاكره ان كل الباحثين الامنيين او الهاكرز بمعنى اصح كلهم بيخشوا يدمروا المواقع، لا، مش كلنا كده بنعمل كده، لا، في اقسام الهاكرز، اقسام، في وايت، في بلاك، في جري هات، فاحنا وايت هاتس او ذو قبعه بيضاء يعني بمعنى اصح. احنا بنحاول نوضح النهارده ان المؤتمر، الندوه اللي احنا عاملينها، بنوضح ازاي ان الهاكر بيقدر يفيد المجتمع، ومش كله بيضر. شكرا.